لازم طبعا الخطه الجميله دي عشان ندل ان احنا مصريين. انزل يا ابني بالانترو. ازيكم، اخباركم ايه النهارده؟ اليوم العالمي للشاي. هون بقى نبدا حلقتنا النهارده 15 ديسمبر. يوم 15 ديسمبر من كل عام بتحتفل الدول المنتجه للشاي باليوم العالمي للشاي، زي سريلانكا والهند، بنغلاديش، فيتنام، وماليزيا، واوغندا، وتنزانيا. وبكون الهدف من الاحتفال ده او من الاحتفاليه دي كل عام انه بيتم انتباه الحكومات والافراد على ان في تجاره اسمها تجاره الشاي، وان هو يبدا يرفع في سعره عشان يكفي المزارعين والتجار ويلقوا الضوء عليه. طبعا الشاي مش محتاج كده اصلا. اول احتفال كان في اليوم العالمي في الشاي كان سنة 2005، وتم في احتفالات رسمية في سريلانكا في 2005 لحد 2008. كمان الهند قدمت طلب سنة 2015 ان يتم احتفال باليوم العالمي للشاي في منظمة عالمية زي منظمة الاغذية والزراعة. الشاي ده بيرجع الى شجرة ذات اصول صينية تمت تسميتها بشجرة الشاي، وهي من النباتات اللي بتعتبر دائمة الخضرة طوال العام من عائلة الكاميليا. في هناك انواع كتير للشاي زي الشاي الاخضر، الشاي الاسود اللي احنا بنشربه دايما، وفي الشاي الابيض، وفي شاي صيني كمان. واحنا طبعا في مصر يعتبر المشروب رقم واحد اللي هو الشاي. هنعرف دلوقتي اكتر عن فوائد الشاي، يلا بينا. في مضادات اكسدة بتدخل الجسم بتقي من السرطان في المعدة والبنكرياس والمثانة والثدي والقولون والمستقيم كمان، وبيمنع انسداد الشرايين ويزيد من حرق الدهون. كلنا بنشربوا الشاي الاخضر عشان حرق بقى والحاجات اللي جوه دي. بيقلل برضو، في دراسات قريبة ان هو بيقلل من الاصابة بامراض الزهايمر وتحسين مستوى الكوليسترول. الشاي الاسود اللي بنشربه برضو يحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين اللي بيحمي الرئتين من التلف الناتج عن السجاير. بيقلل برضو من سرطان الدماغ. دي كانت كل التفاصيل اللي معانا على اليوم العالمي للشاي. لو لسه مش اشتركتش في القناة، في زرار احمر تحت اشترك فيه، واضغط لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.